مريم، من الفراشة إلى السمك للدهن. من الدهن برجع بسأل نفس السؤال، عدم استحسان، ما بتحب الدهن أم خوف، فوبيا من الدهن؟ بتناسب، يعني ما بحبه وبخاف منه. إذا شفت دهنة أي أفكار بتحاصرك؟ يعني فيك تقول أنا الدهن بالنسبة لي مثل السم، يعني أنا هذا سم، إذا بياخده بدي موت. هو الخوف من شكله، من لونه الأبيض؟ هي لونه أبيض، لون سم، وخاف من كل شيء، يعني حتى أكله، حتى شوفتها، كل شيء. إذا شفتيها أي عوارض تنتابك؟ يعني تعصيب، توتر، ممكن لعيان نفس، لا أعظم يعني حسب. المشكلة بالدهنة أو لأن الدهنة ممكن تنصح وبصير في تراكم لا للدهن بالجسم؟ لا أبداً، بالعكس، ما عندي مشكلة بهالناحية، مشكلة فيها هي يعني. والدهن الموجود بجسم الإنسان كمان عندك فوبيا عنه تجاهه؟ هي لا. هلأ أنت عم بتفكري بموضوع الدهن، أي عوارض هلأ عم تنتابك بالستوديو؟ شيء بشع يعني، وتوتر، مش ما بتحمله. نعم، شكرا لك ايضا مريم. بدي ارجع لك دكتور ماري أنج، شو الاسباب اللي بتخلي واحد تبلش معه فوبيا وتكبر؟ مايكل حكي عن حادثه معينه بطفولته، يعني شو الاسباب اللي بتخلي، عوامل اللي بتخلي الفوبيا تخلق وتكبر عند الانسان؟ هي فقط اسباب ناتجه عن حادثه معينه، او ممكن مثل ما كنت عم بقرا بعض الدراسات ممكن يكون ايضا في استعداد جيني للفوبيا تكون تتطور مع الوقت؟ كل الاولاد عندهم فوبيا، والفوبيا كتير طبيعيه بعمر معين، يعني بعمر لعمر الست سنين ما شفنا ولد ما بخاف من شيء، لانه هون الولد ما عنده المنطق تبع الكبير ليقدر يفهم انه هاي بتخوف او هاي ما بتخوف. اذا لما بيصير عندنا حادثه معينه بهالعمر بالذات 6 7 هون بيصير في عندنا تركيز للخوف. شو بيصير عند الولد؟ الخوف تبعه بيكون واعي بحادثه معينه ما قدر يواجهها، ما قدر يبررها، ما حدا فسر له اياها، ما حكي عنها بشكل كافي، بينتقل هالخوف من اللي صار معه لمطرح تاني. منحطه مثلا على الفراشة، منحطه على السمكات، منحطه، يعني هولي كبش محرقة، هولي الاشياء، الافكار الاساسية اللي بتخوف هي عنا نحنا صارت. نعم. عم نكبهم لبرا لنقدر نحملهم، لانه اذا مثلا اذا برجع على قصة مايكل، اذا بتسمح لي مثلا للقصص اللي قطعت معنا، مايكل ذكر انه عمل بالسمكات فعل عنف، يعني عنفهم للسمكات، قتلهم، مع انه هن سمكات، السمكه بريئه يعني وبالاكواريوم، ليه قتلها مثلا؟ لانه اكيد في شيء بينه وبين الموت مخوفه او حابب يمارسه، يعني مارس على السمكات شيء يلي بركي مورس عليه، ما بعرف، كبش المحرقه طلعوا السمكات. نعم. الفراشه نفس الشيء، اكيد مش رفرفه الفراشه هي اللي بتخوفها، مش الفراشه بحد ذاتها، في فكره صايره معها بتذكرها بحادثه معينه، ذكرت عن اللوح الاسود. نعم. وانتقل عليها الخوف وصارت بالفراشه. بعض الدراسات تحكي عن اسباب الفوبيا، بتقول عن خوف داخلي من امور اخرى. شو يعني؟ لعمر 6 7 سنين كنت عم اقول لك انه هذا الشيء طبيعي، هلا لما بنكبر بنتخطى عقده الاديب وبضل هالخوف وهالهلع وما حدا عم بيقدر يفهمه منا، هون بقى بتصفي تتركز فينا اكثر وبتصفي مرضيه، وبيكون لها علاقه طبعا بمخاوف ثانيه، يعني بتبطل عقده واحده بتصفي تكبر اكثر واكثر وبتتشبص بالانسان وبتصفي مرض. ليه الاشخاص اللي بيقدروا يطلعوا منها لوحدهم بفعل فاعل؟ الاكثريه بدهم مساعده ليقشعوا جذور الخوف من وين جاي، بيقدر يكون طبعا هو بالعقل الباطني، بيقدر يكون كثير امور تعرض للولد، عنف، مشاكل جنسية، كتير أمور يعني لها علاقة بكل الصدمات، الحروب، بكل الصدمات يلي الولد عاشها بعمر معين. هون بترجع لكل قصة بقصتها، بس كله بيقول إن احنا عارفين هيدا خوف غير منطقي، وبعد ما تقطع البانيك اتاك بصير نحن بنضحك على حالنا اليوم كراشدين، وانما هن وصغار. نعم. ان ديركتو مال الاهل رسخوا هالخوف. نعم. يعني ما ساعدوهم يفهموا انه هيدا شيء بسيط، رسخوه اكثر، خوفوه من البامية، وقال قبل شوي محمد امه كانت تهدده بالبامية وبالسمكات، كانوا يخافوا. نعم. بالسمك كمان، فاكيد لا عوارض ثانيه ربطوها بمخاوف ثانيه من نوع اخر. شكرا لك دكتور.